أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. ارتأيت بمناسبة رمضان الكريم أن أقدم لكم برنامج القرآن الكريم، مصحف برواية ورش. إليكم هذا التطبيق، وسوف أضع له الرابط في تحت الفيديو في برنامج الوصف. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وليس لنا رب سواك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك، وإلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين،
وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمنها.